Мы гораздо танцуем, потому что это сильно. عشان كده بقى 7 على 100 مش هحسبها بقى 7 على 100 كده. وهنا
اعلى بسط هنا كام؟ في حد واحد مفيش، يبقى خلاص يبقى فارغ، مفيش إليمنت من المقامات واخد فارغ، واخد واحد كل مشهد. طيب صفر صفر ليه؟ هتقع مين؟ اللي واخد الممبر شيب اكبر من زيرو بتنتمي للبيت قطع مين؟ يعني المقامات، المقامات بس يعني كده بتساوي 200 300 400 بس. طيب الهايت، الهايت ايه؟ ايه تقاطع يعني ايه؟ اعلى ممبر شيب لإليمنت بينتمي للايه تقاطع بي تسعة من عشرة، وده مش فيها ده في فاليو يعني ما يتحطش في بريسز. طيب في كومبلمنت اليوريوم، في كومبلمنت نجيب اليوريوم تساوي بيتا تقاطع ايه؟ كل كومبلمنت كده اهي، انا عايز كومبلمنت 6 من 10 على 2 هيبقى واحد على 100 هيبقى اه بس كتبتها معلش عيد كده يعني ايه هسيبه ولا اتاكد دي تاني ايه هتعيد كتابي دي بعد كده ايه من الـ A B بتساوي بكتبها تاني صفر على رينج. طبعا اللي هيعملها على طول هيصدقها، بس يعني انت ماشي جنب الحيط يعمل كده. أصلا أربعة من عشرة تسعة من عشرة على 800 من عشرة على 400 ثلاثة من عشرة على 500 ثلاثة من عشرة على 500 صفر على صفر إذن واحد على إيه كل واحد على 100 زائد 6 من 10 على 200 زائد 1 من 10 على 200 من 10 على 800 سبعة من 500 واحد على 600. طيب كاردينالتي، دي كومبليمنت يوريو اي كومبليمنت يبقى الكلام ده الكلام ده ايه هي الكاردينالتي بتاعت ايه؟ ايه اولا دي اللي هي دي يعني الكاردينالتي هو ايه؟ اللي هو الكوشاريوس اجمع الوسط بس هنا يعني هيساوي ايه؟ هيساوي واحد هيساوي بص هيساوي كاردينالتي ايه؟ تقاطع بي كومبلمنت هيساوي واحد زائد 6 من 10 زائد 1 من 10 زائد 2 من 10 زائد 7 من 10 زائد 1 هيساوي 3 و 6 من 10 طيب ماشي ايه ديفرنس بي ايه ديفرنس بي ترجم زي دي ايه تقاطع بي صح ايه تقاطع بي يبقى انا الاول اجيب بيكم كومبلمنت معلش ارجع هنا دي بعد ما عملتها كامله واجيب الكومبلمنت بتاعها
واحد على طيب البي كومبلمنت تبقى واحد على 100 بتساوي واحد على 100 واحد على 100 يلا حد ما تجيب بقى 6 من 10 على 200 6 من 10 على 200 1 من 10 على 300 1 من 10 على 300 2 من 10 على 400 4 من 10 على 500 9 من 10 على 700 دي بقى هي عايز يعمل لها تقاطع مع ايه بعدين دي يبقى عاوز ايه المينيمم اقارن الفاست هنا والفاست هنا واقرب المينيمم يبقى هنا اهو يعني دي كده اهو يبقى الايه تقاطع دي من 10 على 100 مش هكتب بس كده 6 من 10 على 200 6 من 10 على 200 ما ينفعش يزود عنه ليه؟ بعمل بس محدود بده محدود بده بقى خلاص ترك طب بقى لو انت بقى فهمت القصه بقى دي على 2 بس احنا بس 4 من 10 على 100 زائد 8 من 10 على 200 زائد 1 من 10 على 300 بقى البوسيبيليتي ان 2 ايه جيفن بي على 2 يعني الهايت اوف
que tienen el tercer trozo y el inconveniente. Es el de los Había un complemento ahí, ¿sabes? زي
7 7 على 500 زي التمويل على 600. بس انا بقى عاوز اعرف ايه النقطة ايه is more or less دي يعني معناها تقاطع يعني بالظبط كده البوسيبيليتي يعني كان ايه ان البوسيبيليتي كده 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 يعني الجملة دي معناها كده البوسيبيليتي ان ايه كومبليمنت تحقق بيت النور بالنسبه يعني هتساوي الهايب ايه كومبليمنت تحقق بيت النص هتساوي عاوز اعمل اخير تقابل واخد الهايب بس فانت بقى كده اروح يبقى هايب بعد النص بيعمل زي ما هو
النص بينزل زي ما هو. لو في 0.5 في الممبر شيب هيبقى هي تجديها كده دي هيبقى نفس الرقم. طب طيب فيري ايه؟ فيري ايه؟ يعني ايه ترجيع يعني؟ ده هتغسل بقص البسط هيزغل. ده بيبص اكبر من واحد هيزغل القيم. بص بقى اي بقى حاجه كده بس ما يكونش المقام يعني ما يكونش البسط بصفر هتتبقى. هيبقى 4% على 100 زائد 0.36 على 200 زائد 1 زائد 1 على 400 زائد 9% على 500 ماشي. انتنسلي بقى انتنسلي بي الانبلاج فيري ايه دي منه كافه ايه بقى؟ منه كافه نط انتنسلي بي فور فيري ايه عامل ازاي؟ شايف كافه ايه؟ انت عارف يعني ايه؟ عاوز بقى اعمل ايه؟ نوت انتنسلي بي وعمل بقى ايه؟ يونيون مع فيري ايه؟ لو انت عملت كلام نوت خلاص بقى حتى يعني خلي بالك تكتبها تاني ترجع الصفر على 100 هو بره الدرجات بتروح كده يعني بتمسحش كده وكده فتح رجعها تاني بقى ها؟ تبقى تاني تبقى ايه؟ دي صفر على 100 مش هنقول حاجه واحد على 100 دلوقتي ازاي؟ رجع كله بقى تاني طبعا الاور ما قالكش حاجه في راس المساله يبقى ماكس عرفنا حاجه زي كده لو انت عملتها انا مش هحاول اختصر ده واحد على 100 8 على 2
هيطلع كام؟ هيطلع 4.88 في نفس الطريقة. لو انت جايب له سنتر اوف اريا هيجي على 100 هيساوي كده 1.769. اذا سنتر اوف اريا من سنتر اوف اريا هي على 2 هيساوي 1.9. تمام؟ وكده المسألة خلصت. كان عليها كام؟ كان عليها 20 درجة. حلو جدا. طب دكتور يا ريت تبقى سؤال على بعض. سؤال على بعض. عندها كويتش على بعض. أيوه كده إيه كل واحد فيه. في 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 أه. ثم كان أربع أسئلة. إيه سي. إيه سي. إن شاء الله. ربنا يكرمك. خلاص يا جماعة؟ أو دي مسألة. دكتور هو ممكن حضرتك تصور لنا السؤال؟ لا مفيش. طيب. فازي نمبرز كده ايه بقى المطلوب؟ عاوز يحسب فازي نمبر جديد. ده بقى السؤال ده في فازي الاسم لك سي يساوي سلايكلي 2 زائد فيري
بس باص النمبر كده ده اللي بيجيبني مع بعض ده اللي بيجوزني بيقول لك ايه سي ده بيساوي سلايتلي من ايه وفيري زائد فيري دي على 2 ايه المطلوب بقى اول حاجه عايزين الفا عايزين سي ده اول مطلوب وبعد كده عايزين كاردناليتي وبعد كده عايزين اوبليجوتي وبعد كده عايزين الفاليو كده عايزين فوقيه ياجر هيدنس الريسك فاليو 6 من 10 انا سمعت الرقم برضه لازم بقى كل الفورمولا يعني زي ما طيب نعمل ايه بقى في دي الفقره إذا كان الـ A تساوي 1 3 7 إذا كان الـ A بتساوي إيه؟ عشان نجيب لها الـ لا لا ما هو بص ده إيه؟ لما أقول لك من إيه؟ لا حساب يعني معناها ايه؟ الثلاثة فيرتيسيز بتوعه هيضربوا باثنين هيترحلوا بالضعف يعني هيساوي 2 و 6 و 14 طيب البي كانت بتساوي 2 و 4 و 8 اذا دي على 2 تساوي ايه؟ واحد اثنين اربعة بالعشرة تمام طيب عاوز احسب بقى ما اصل الالفا بقى في سي لازم في دواخلها اجيب الالفا بقى اللي ده والالفا بقى ده اكيد مؤكد يعني طب انا عايز احسب الالفا بقى الاثنين دي لو انت حافظ الفورمولا وكتابها لو انت مش حافظ وعاوز تجيبها من الدرس اللي لسه خالص تجيبها ازاي؟ المثلث هتعرف تجيبه؟ يعني المنبر شيب لاكس ب 2 دي بتساوي ايه؟ حد يقدر يقول بتساوي بص يا مش حاسب انا ما هو المثلث ما هو اطرح خلاص انا بقى خلاص ايه يعني مش هرسم حاجه صفر اكس اقل من 2 اكس ناقص 2 على 6 ناقص 2 لو 2 اقل منها بتساوي اكس اقل منها بتساوي 6 14 ناقص اكس على 14 ناقص 6 14 ناقص 6 ده لو 6 اقل منها بتساوي اكس اقل منها بتساوي 14 0 لو اكس اقل منها 14 لو دي الممبر شيب باكس دي على 2 كتب ازاي؟ يلا بنفس الطريقه 0 لو الاكس اقل من 1 اكس ناقص 1 على 2 ناقص 1 اقل من تساوي اكس اقل من 4 ناقص اكس على 4 ناقص 2 2 0 لو الاكس اقل من 4 لو انا عايز احسب الالفا الاثنين ايه؟ بس هو برضه ايه مثلث عامل كده بس عند ايه؟ عند 2 و6 و14
الفا كده الفا تقطع مره هنا تقطع مره هنا اسمها ايه ال الفا اسمها ايه ابر الفا يبقى معنى كده هقول مره الفا بتساوي كسر ده بعد ما اعوض عن اكس دي ال الفا مرة أخرى ألف بتساوي كسر ده بعد ما أعوض عن اكس دي ابر الفا يبقى الفا هتساوي ايه ال الفا ناقص مين على أربعة إذا إيه ألفا تساوي اثنين زائد أربعة ألفا مرة ألفا تساوي إيه الكسر التاني أربعتاشر ناقص إيه أبر ألفا على تمانية صح كده أربعتاشر ناقص ستة تمانية إذا إيه أول ألفا تساوي 14 ناقص 8 ألفا يعني إذا الاثنين A ألفا تساوي 2 زائد 4 ألفا 14 ناقص 8 ألفا الناحية الثانية برضه مرة ساوي ألفا B يقول دي دي إيه ألفا مرة سوى ألفا دي ودي أبر ألفا ألفا تساوي بي دور ألفا ناقص اتنين على واحد يبقى إذا ألفا بي دور ألفا بي دور ألفا بتساوي اتنين زائد ألفا مرة ألفا تساوي أربعة ناقص بي أور ألفا على اثنين إذا بي أور ألفا تساوي أربعة ناقص اثنين ألفا إذا بي على اثنين بي على اثنين ألفا إنه زي بتساوي اثنين زائد ألفا وأربعة ناقص اثنين ألفا وبعدين كده انا خلصت بس ده انا مش عايز كل ده انا عاوز سلايد الاثنين ايه يا نهار ازرق احنا ازاي انا كده بص انا كده بقى يعني ايه انا ما خدتش حاجه ضيعت وقت بس مفيد قول بس مش احنا في الماثيماتيكال ديسكريبشن جبنا الاثنين في ايه ليه كانت لها رجعنا لما جبنا الالفا كتبنا اثنين في الاثنين؟ علشان دي فئه تبقى مثلث على بعض هو في السي هو الليت سي المفروض كنا بعد ما خلصنا السلايد الديسكربشن انا بتكلم معاك دلوقتي ده مثلث جديد انا قصدي يا دكتور كنا خلصنا الاول الماثيماتيكال ديسكربشن واحنا جايبين الفا كنا ضربناها في اثنين عشان تتضرب معاك ولا انا بقول غلط صح؟ لا اثنين تي ده بقى مثلث جديد قعدت كتبته تاني اهو خلي بالك في ناس بتطنش في الامتحان وتبقى ايه؟ قال يعني ما شافتش الاثنين هنا ما شافتش الاثنين هنا نحل على دول لا هو ما شافش يعني مش شايف بس بياخد درجه برضه لا طبعا بيحل مساله ثانيه غلط غلط فبص بقى طب دلوقتي انا كده انا هنعمل ايه؟ وطبعا المجهود ده هتاخد فيه حاجه يعني بس ما لو انت بقى سلايتلي يعني لو انا بقى عاوز ارجع اظبط نفسي ايوه نعمل ايه؟ بص انا دلوقتي استنتجت ان الفا قط تاني مع نفسي على الوضع ده على 2 اي ودي على 2 بس اللي هو مش عاوز سلايت 2 اي طب سلايد 2 ايدك هتيجي ازاي؟ مثلث اهو سلايد ده بص 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 انا عايز تنام جذر حاجه عامله كده عامله كده القيم بتزيد يعني الجذر يعني كان المفترض تبقى دي تربيع بص نص 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 المفترض كده
فيلتو سيف الفا كنت ساعتها ده احتاج جذر دي الفا يبقى خليها الفا تربيع بسبب الكلام ده يبقى الفا تربيع بقى مش الفا فبصي يعني دي الفا تربيع ودي الفا تربيع او كل تربيع لا ازاي هي بص هتبقى النوع بص 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 هتبقى كده جذر جذر كده يعني معناها ايه؟ نقطة تربيع كده. تربيع يبقى كده تربيع. صح؟ ونفس الحركة هنا تربيع. صح كده؟ طب الناحية التانية بقى. الناحية التانية كان فيري. فيري؟ فيري ده يبقى أس اثنين. لا تخليها بابا أيوه. اللي هيحصل إيه؟ كان دي أس اثنين. يعني كان دي اس 2 يعني هيبقى دي جذر يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني دلوقتي المفترض بقى ايه زن؟ سي الفا تساوي 2 ايه الفا اتنين دي الفا بقى اعتبر الفا لا لا 2 زائد لا لا 4 الفا تربيع سلايد دي 2 ايه الفا زائد فيري دي الفا دي على 2 الفا هيساوي ايه بقى؟ دي سلايد 2 زائد 4 الفا تربيع و 14 ناقص 8 الفا تربيع زائد في اول انترفال تاني انترفال 2 زائد كسر الفا و 4 ناقص 2 كسر الفا سي اذا سي الفا جمع انترفس مينيموم ده مع ده هو الماكسيمم ده جمع انترفس هيبقى ايه 4 زائد 4 زائد 4 18 ناقص 2 ناقص 8 ناقص 3 يبقى دوت ايه اول مطلوب اهو طيب تاني مطلوب عاوز يحسب كاردينالتي كاردينالتي يعني ايه؟ هو ده مثلث بس مش مثلث خلي بالك المثلث فيه جذر وفيه تربيع ده اركان وبارابولا ملهاش دعوه ما يهمنيش مش هتسيبني انا هستغل الخواص بتاعت الارض فقط وكامل الويتس من صفر لواحد لو تفتكر بقى الحاجات الاخرانيه يعني ايه؟ يعني المفترض يبقى كده بقى الكارديناليتي الرقم سي ده يساوي تكامل من صفر لواحد سي ابر الفا ناقص سي لور الفا دي الفا هيساوي بين السي دي ناقص سي وكامل من الصفر لواحد واحسب المساحه تحت الرقم ده الكردنات بتاعته لو انت عملت كده ضربت ده ناقص ده هيطلع كده كامل من الصفر لواحد 14 ناقص 3 ناقص نص جذر يعني ناقص 12 ألف تربيع في الأرض لو كملت الكلام ده هيبقى ايه؟ كده 14 ألف ناقص 3 بص براجع تكامل اهو على ايه؟ 3 على 2 الفا اس 3 على 2 ناقص 12 على 3 الفا اس 3 كل ده 0 1 هيساوي 14 ناقص 2 ناقص 4 هيساوي 8 كده حسبت
هو الكاردينال في الفاز النمبر ده كده الاناوت اوف انسرتينتي. مجرد الفاز ده افتح له مساحه بقى فيه انسرتينتي وادي الكاردينالز بتاعتي غير ما تسلم. بس عشان الفورمه حافظها فوق. طيب لو انا عاوز بقى ايه الامبيجوتي لازم برضه الامبيجوتي اصلها الفورمه بتاعتها. يعني بس هيصعب شويه، هنصعب التكامل شويه، هيساوي ايه؟ ده كام؟ من صفر لواحد، يبقى 14 ألف، 14 ألف، ناقص 3 ألفا، بص 3 على 2، ناقص 12 ألفا تاني، دي ألفا. هيساوي 14 على 2 ألفا تربيع ناقص 3 على 5 على 2 ألفا بس 5 على 2 ناقص 12 4 ألفا بس 4 1 بس 5 هيساوي 7 ناقص 6 خمسة ناقص ثلاثة يساوي 40 كده حسبنا برضو الفيتشر بتاعت الأمبيجوتي. طيب الفال الفال ايه الفال سابق برضو السي ار الفا والسي دوت الفا بس مجموعين على بعض كام؟ صفر واحد ألفا السي أبر ألفا زائد السي لور ألفا يعني الكلام ده هيطلع لك 29. طب يوجر بقى يوجر الفورمولا بتاعت يجر اللي هو ايه؟ الريسك فاكتور لاندا اللي بتتكتب كده. تكامل من صفر لواحد. واحد ناقص لاندا. سي لور الفا. زائد لاندا. سي ابر الفا. دي الفورمولا بتاعتنا. ممكن من الاول تعوض على لاندا بستة من عشرة وتسهل الدنيا عليك. واللي عنده وقت يطلع لي كده فورمولا في لندن في الاخر يعوض اللي عنده وقت ويعوض بقى بالسي دوت الفا والسي دوت الفا ويضرب اللندن في بعض ويجمع اللندات مع بعض هيطلع حاجه كده هيساوي 6 زائد 8 لندن هات بقى اللندن ايه ريسك فاكتور هات لندن يساوي 6 من 10 ياجا 6 من 10 بسي هيساوي 10 ده سؤال السؤال ده بيعمل 25 لا لسه بس بس دلوقتي خلاص حته ليها خلاص ما فيش بقى اي بقى ايه يعني عرفت كل التركات اللي فيه سؤال تاني ما بيبقى اربع اسئله دكتور اربع اسئله
في اي مشكله في اي حاجه دكتور. هو ممكن يجي ضربه اسمه ضربه اسمه هو مفيش مشكله بس ايه الجمع والطرح الانتربل اسم مفيش بس كريس ضربه الاسم ما لهاش ما تعرفش يعني هتاخد ايه هتاخد كل الكومبانيش دكتور هو الناتج بيبقى حلو بعد كده يعني مثلا يعني بس المكان راح ايه انطبع لي كاردينالي السالب يعني مفيش اي سنس ضرب مكنه كده بتطلع مطره مش فاهم حاجه فيها حاجه كاردينالي في مساحه يعني لسه لا مش بس يعني هيبص له بس وحش يعني ايه مش فاهم حاجه زي بالظبط ايه سنتر اوف اريا يبقى حاطط في المقام ايه مجموعه العناصر مش مجموعه من الشركه. بتبقى 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 واحد ثاني Thank you.
بص فاليو زائد سي 1 اكس 1 في 7 او بقى تي 1 1 في 7 بص الفاليو الثانيه ميديوم زائد 2 اكس 3 5 9 بص الفاليو الثانيه هاي أول مطلوب يقول لك sketch sketch is above linguistic values هو ال كان عندي variable اسمه x اتعرف عليه 3 linguistic values هو اللينجويست اسمه x اتعرف عليه حاجات كده ها؟ كل واحدة من دي اسمها linguistic value فإيه linguistic value اسمها خاصة بلون كلهم لينجوستيك فاليوز لينجوستيك فاليبل اسمه اكس عايزين نعمل لهم سكتش بقى ماشي عايزين ننسي نعمل كده على ما تفرق ادي اكس اهو ماشي طيب تفتكر ده الاشكال عامل ازاي؟ الشكل ده مثلث؟ طب انا هعمل ايه؟ كل القيم من 1 لغايه 10 كده اكس
لو اكس بخمسة تبقى بصفر، ولو اكس بعشرة، عشرة ناقص خمسة على خمسة تبقى واحد. فين واحد؟ يعني حاجة عاملة كده، يعني كأنك عملت معايا ده كأنه ايه؟ مثلث خمسة وعشرة وعشرة. بس خلي بالك ده فين؟ أنا عامل ازاي؟ كده. طب ازاي؟ انت عارف لو كانت دي واحده اس اثنين ودي اس نص كان ايه اللي حصل؟ كان في كده صح؟ بس في بقى ايه؟ عامله كده. خط المستقيم ده لو اعلى منه يبقى جاذب، لو اقل منه يبقى فيري. ازاي؟ فانا في الحالتين فيري هنا وفيري هنا. ادي السكتش بتاعي. سكتش. شكل اللي يوسف بالي مش حلو المنظر ده. وخدت الدرجه بتاعتي. طبعا بتكتب بقى انت بتعوض بقى يعني ايه ان تي 1 ده يعني جبت السؤال سكتش وتحتيه كده تي 1 اكس 1 7 بتساوي ماكس 7 ناقص اكس على 6 2 اكس 3 5 9 ماكس 2 اكس ناقص 3 على 2 9 ناقص اكس على 4 0 3 اكس 5 الجزء الثاني عاوز ايه بقى؟ يقول لك write down closed formulas for the complement of each linguistic value. عاوز يكتب ال complement بتاع كل linguistic value. فاكرين بقى لما اقول لك مينيموم واحد وكيرز وماكس كونسبت واحد ناقص كي، فاكرين القصه دي؟ يبقى ما انت شغال بيها. تستنتج ايه بقى؟ ان ال تي 1 بص ال تي 1 هو اكس تساوي واحد ناقص زي صح كده؟ واحد ناقص ماكس تبقى تاني كلها من سبعة ناقص اكس على ستة كل ترتيب واحد وصفر هيساوي واحد ناقص ماكس صفر واحد ناقص كي هيساوي مين؟ واحد وواحد ناقص مين؟ سبعة ناقص إكس على ستة كل ترتيب واحد هيساوي مين؟ واحد ماكس صفر واحد ناقص سبعة ناقص إكس على ستة كل ترتيب. شوفوا ازاي؟ ده كده الكومبلمنت الأول. الكومبلمنت بتاع تاني واحد. في اتنين كومبلمنت. هيساوي واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص ماكس من اكس ناقص اكس ناقص تلاتة على اتنين تسعة ناقص اكس على اربعة وصفر هتساوي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ واحد ناقص من واحد وواحد ناقص الكي
ايه من اكس ناقص 3 على 9 ناقص 6 على 4 هيساوي 1 ناقص 2 ده ماكسيموم صفر حاجه من 1 وماكس ماكس ايه بقى؟ 1 ناقص اكس ناقص 3 على 2 و1 ناقص 9 ناقص اكس على 4 هيساوي من 1 ماكس 5 ناقص اكس على 2 اكس ناقص 5 على 4 ماشي كده؟ 3 حاجه زي كده بعديها عايز الألتقط لكل الجلوسي بلد ألتقط لكل الجلوسي بلد في وان ده أما في وان ألتقط في وان ألتقط هيساوي إيه؟ في وان لور ألتقط وفي وان أبر ألفا في وان أبر ده بي سي دي ألفا إيه ثم في وان اللي هو الألف الواحد الواحد يعني في وان اللي هو الألفا ده واحد طيب T1 أبر ألفا ده كده ده الجنب اليمين للمثلث هذا المنظر بتاعه ويبقى فيري أس 2 ألفا الناحية التانية يعني تبقى إجازة لألفا بتساوي الكلام ده يعني لقينا الألفا ألفا ألفا حسبيها بتاع ده المنظر ده سبعة ناقص تي وان أبر على ستة تربيع أنا عايز أجيب دي على فكرة إذن تي وان أبر ألفا بتساوي سبعة ناقص ستة لازم يعني كأن إيه؟ هبص له كأنه مثلث زي ما عملناه قبل كده وإيه؟ واخد فيري تربيع وأجيب الناحية التانية جذر ألفا أسميها بالقوس يعني بص تربيع ده فيه نوع جذر يبقى جذر ألفا بتساوي سبعة ناقص تي وان أبر ألفا على ستة واليمين والشمال تطلع كده زي ما عملناه قبل كده رقم الجنوب إذا T1 ألفا بتساوي 1 و7 ناقص 6 جذر طيب في 2 ألفا ده مثلث بقى صريح مفترض بقى إن أنت تبقى حافظ حافظ إن أي مثلث أي مثلث أي مثلث P1 P1 C1 الالفا كانت بتاعته يعني لو مثلا سي بتساوي كذا السي الفا بتساوي سي دولار الفا سي ابر الفا طب ماشي يعني ماشي هتبقى ايه؟ على المنظر ده هتبقى ايه؟ بي 1 زي بي 1 ناقص بي 1 الفا الابر بتاعها عباره عن C1 ناقص C1 ناقص B1 تحت الفورمولا دي على طول لأي A1 و B1 و C1 خلاص كده بدل ما تستنتجها من الفيرست برنسبلز مجرد المطلوب منك بس تعوضني ان C1 التي 2 اهو 3 5 9 2
ألف اتنين ألف هيساوي في اتنين لور ألفا في اتنين أبر ألفا هيساوي تلاتة زائد اتنين ألفا وتسعة ناقص ستريت فورورد. الأخراني بقى تبقى حاجة مشابهة ده. هنجيب اللي هو بس. هيبقى حاجة مشابهة كده. بس لو كتبها لي كده مفروض. في ثلاثة ألفا. في ثلاثة لور ألفا. في ثلاثة أبر ألفا. هيساوي نفس السيناريو بتاع ده. هيطلعلك حاجة كده خمسة زائد خمسة كسر ألفا وواحد. من واضح إن هنا المفروض تكون واحد. من عشرة عشرة هنا كان واحد عشان أطلع هنا نازل أربعة هنا واحد نزل أربعة عشرة كده خلاص إحنا إيه؟ جبنا السري بينجرس ألفا كابتن السري بينجرس بعد كده طالب منك إيه؟ يعني عايزك تعوض، عايزك تعوض في الدالة دي. عند اكس خمسة وتمانية من عشرة. مرة في، مرة في، تحسب كل واحدة جايبة من بشر كام. هتلاقي بقى لما تعوض هنا هتلاقي دي بتساوي تسعة من مية. يعني صغيرة أوي. تكتب دي تاني وتحط هنا خمسة وتمانية من عشرة. تكتب دي تاني تحط هنا خمسة وتمانية من عشرة. خمسة من عشرة كده بس كده هنا اتنين من اكس واضح بقى دي كل بقى الجامده دي بتحطها هنا يعني حتى ايه بالسنس كده بتحس ان انت شغال صح 65% مسؤوليتي في 3 من اكس تطلع حاجه تقريبا صفر شوف كيف واحد من الاثنين وفعلا السكتش بتاعك صح شكلها صح طب ماشي طيب بقى ايه الكاردينالتي لكل الهيورستيك فاليو خلاص بقى ما انت مدعم معاك الف خط هتعمل كل حاجه يعني مثلا تي 1 ده عاوز يحسب الكاردينالتي يعني مساحه تي 1 ده ازاي؟ الابر الفا بس ناقص الدور الفا بس وكمل من الصفر لواحد هيساوي كده هيكمل من الصفر لواحد تي 1 ابر الفا ناقص تي 2 لور الفا تي الفا هيساوي هيكمل من الصفر لواحد 7 ناقص 6 يزد الفا ناقص واحد في الفا تكمل دي تطلع بمين؟ يعني المساحه تحت الوسط بان دي مساحه تساوي طيب لو انا قلت لك بقى ايه؟ كاردناليتي لتي 2 هتكامل صفر واحد دي ناقص سي دي الفا بس ده مثلث قدامك الوقت
من نص القلب الارتفاع وخلاص. نص القلب الارتفاع بكده. ايه ده؟ نكتبها ازاي؟ بص ايه؟ 9 ناقص 3 على 2 في الارتفاع بواحد. اللي بيقول ده كان بيقول حاجة تانية. يساوي 3. ولو كنت كملت هيطلع ب 3 برضه. من 3 خلاص بقى انتهت القصة بقى. 3 بقى الكلمات بتاعت الف برضه لما تحسبها هيطلع ايه؟ 1.66 جنيه. نفس الطريقة. طب السنتر اوف ايه؟ هي دي مشكلة بقى. دي مشكلة. السنتر اوف اريا مش اللي ماسك بالي ده. يعني الحاجة اللي انت بتتكلم فيها. هجيبها ازاي؟ انا عندي فورمولا. السنتر اوف اريا بي تي وان زائد ما لهاش حل دي. لازم بسطة على مفهوم محاكمة على الاكس ده مش على الالفا. يعني ايه؟ كام؟ من صفر لكام؟ من 1 ل 7 بقى. من 1 ل 7. المنحنى ده اللي هو كان معادلته ايه؟ بس طبعا ايه؟ اكس مضروبه في 7 ناقص اكس على 6 كل درجية دي اكس. هو على ايه؟ على تكامل من 1 ل 7 7 ناقص اكس على 6 كل الأغلبية من غير الإكس دي. تكامل بقى. تكامل في البسط، تكامل في الخطاب، وانتوا ادخل بقى وعيش مع نفسك. تمام؟ الواقع ايه؟ يساوي تكامل من 1 ل 7 إكس في 7 ناقص إكس تربيع إكس على تكامل من 1 ل 7 7 ناقص إكس تربيع إكس تساوي كنت إكس دي اكس. طب المقام؟ ايوه
من غير الاكس تربيع بالاكس ده هيطلع معايا 8.75 فعلا برضه دي تشريحات دي يعني ايه وزنها الرينج بتاعه مش براه يعني عشان تحط ايه قعدت بقى وضربت وسد والدنيا ضربت معاك قمت قلت لك مثلا ايه 10.5 او قلت لك مثلا 4.5 انت انت ما تجيبش 10 اي حاجه بقى عليهم يعني تقدر تجيبها يعني لو طاق طاقك ما طاقش البال ولا قبل كلها ما دام انت معاك اللي هو الالف فات الابر الف فات معاك اي حاجه تعملها مستفيده ولا ايه؟ يعني مفيش حد عايز يصلي مسائل النص المعنيان المولي بقى وزيادات دي بقى ستاندر حاجة دي رولز كده ودي بوزيسيس هو اللي بيعمل بقى ايه الاوتبوت بتاع المولي العظام الثاني الاوتبوت بتاع المولي اللي هو القاضي ده ستاندر في كل الحاجات بس لو انت في حاجة ايه ايه يعني تبقى صعبة يعني لا بس حاجه لك السؤال بس ده يعني ليه فضوة يعني مش اي حاجة يعني ايه اديك مثلا بازي رينج بيست موديل مثلا ايه من الاثنين دول مثلا اف اكس اس اي اند واي عندك اول اكس اس اي اند واي اس بي زي سلايد سي
الجمله الثانيه x is not very a and y is more or less b then z is very c. كل ده تقدر تجيبه. وروح بقى من ديك ام ودي جي. داخل لي بقى ام التو رولز دول x is slightly a star. كل ستار دي حاجه داخله كتير. And y is not very star. بيستار في حاجه كتير. عاوز بقى يسأل ايه الفايرنج من الجديد بتاع كل يوم. يعني معنى كده عاوز يبقى او مطلوب الفايرنج في الجديد في اتش تي. فعاوز يعرف ايه؟ اكس از سلايتلي اي ستار اللي هتخش مع دي. ما اصل كل يوم فيها تو امس. يعني الالفا بتاعتنا فيها الفا واحد والفا اثنين. حد فاكر يعني؟ يعني المفترض الفايرنج ريت يقول نمره واحد. بص بص مره اكس فالمفترض ان انا عايز اشوف ده البوسيبيليتي ان ده يدهن ده الهايد اوف الترسكشن يعني. فده هيتحرك ده فازل ست ودي فازل ست ايه؟ والهايد اوف الترسكشن من دي من سلايتلي اي ستار وايه هتجيب لي الفا 1 1 ودي مع دي نوت فيري دي ستار. اعملها صح بقى كده على الانفيرس كله لو كنا كنا في الانفيرس يعني وتشوف ايه البوسيبيليتي ان دي متحققه جدا نوت فيري ستار هايبر انترسكشن وتجيب الالفا واحد اثنين يبقى الاوفر اول فايرنج ديجري من الاف بارت بتاع الرول دي هي الفا بس الفا واحد سواء الفا واحد واحد او الفا واحد اثنين تفضل منهم تحت. وتكرر القصه دي في الرول نمرة 2 الفا 2 تساوي الفا 2 1 الفا 2 تمام كده؟ وكده خلاص اول مطلوب. تاني مطلوب لك ايه؟ ان اول بوسيبل ديستريبيوشن للموديل. طيب عاوز بقى دلوقتي الموديل ده واضح ان ده مبدئي يعني بيحسب اول بكل دور على حدد ويعملوا لي موديل في الاخر مش فاضي كده بتاع المهندسين. طيب الالفا 1 دي زي السكينة اللي هتعدي الناحية الثانية في الأول تجيب سلايد لسي وبعد كده تعمل إيه؟ المنبر شيب لزد في سي ستار بقى يعني إيه سي ستار؟ يعني إيه سي ستار؟ يعني دي وتشوف كده كل اليوم بشوف هاتس السكينه كده تعدي ما تتجاوزش الفا 1 تمام؟ يبقى ده الاوت بتاع الايه؟ الرول نمره 1 ونفس الحركه تعملها في رول نمره 2 تجيب مور اور ليس تي تي تروح معدي بالسكينه الفا 2 دي تروح مظبط كل الممبر شيب فايرنج بتاعتها ما تزيدش عن الفا 2 يبقى ده الاوت بتاع الرول نمره 2 حاجه عامله ايه؟ بص سي 1 ستار زد تبقى الفا 1 كده من الشر سلايت شوف معناها زد الممبر شيب بتاع سلايت بتاع زد في سلايت سي ويعمل لها انترسكشن مع قيمه الفا 1 ويبقى كل الايه البسط بتاع كل العناصر بتاع فرق سي ما يزيدش عن الفا 1 ودي كده الثاني كده اهو بس نفس الحركه الممبر شيب اللي زد في ايه بقى؟ في السي 2 ستار تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي برضه الفا 2 تعدي عليها ما تزيدش
البلسين اي حد على الفا 2 هتساوي الفا 2 الفا من فرشتك زد في النور بلسين بلسين يعني بلسين ونكتب فيها كده فيها خلاص. دي بقى دي يونيون مع دي ماكس دي الاوفر بول ايه اوبر في المود تطلع ايه الممبر شيب يزد بالسي ستار على كده ماكس تساوي ماكس او يعني ممبر شيب زد سي واي ستار تعرفوا الاولاني ماكسيموم ممبر شيب زد سي ستار دي كده كده. ويجي بقى المطلوب الثاني تقول لك هات السنتر اريا بتاعك خلاص بقى بصيت كل بصيت الايه في المقام بتاعه المقام الفوق سنتر اريا عليه فده ايه مبنى مدن. السؤال ده بيجي في كل امتحان يعني وساعات يجي فاصل جراف وزي يعني السؤالين دول دايما زي زي المذكره دي بس ايه بنقعد بقى نغير ايه سلايسي مور اور ليس كده كده خلاص السنة اللي فاتت كنت خدت الاثنين خلاص يبقى كويس الاثنين انت عارفهم كده ده ده السؤال مضمون لا مش مضمون يعني دولت ولا لا ليهم المهم يعني ايه يعني ايه ايه سؤال كده انتوا جاهزين؟ لا 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 ل